بنصبح عليكم مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الفل يا لمياء. ايه افكارك بقى في تطوير الصناعه المصريه؟ هو انا ما عنديش افكار في تطوير الصناعه المصريه، لكن انا شايفه ان احنا بقالنا كام سنه ماشيين في خطوات كويسه. يعني مثلا في قرارات تحفيزيه الحكومه بتعملها لتشجيع الصناعه الوطنيه، كمان الصناعات اليدويه بقت واخده خط كده بتطلع لفوق ما بتنزلش، خصوصا المعارض الكتير زي معرض ديارنا المنتشر في حاجات كتير، المدن الصناعيه اللي بقت ماليه محافظات مصر زي ما قلت من شويه مدينه الاساس والربيكي، في نماذج كتيره قوي. فانا شايفه انه الناس حابه تشتغل، وكمان الحكومة بتساعدهم بالقرارات اللي بتعملها عشان تحفز الصناعة الوطنية والمصرية. ومن فترة كنا بنشوف المصطلح بكل فخر صنع في مصر، دي كنا بنشوفها في كل مكان. الصناعات الدوائية اللي احنا شفناها في الفترة الأخيرة عاملة طفرة في الوطن العربي، ويمكن أكتر كمان أبعد من كده كمان إقليميا. يعني لا، أنا شايفة أن في حاجات كتير حلوة وخطواتنا جميلة، أنا متفائلة. يا مسهل الحاجة. بصبح عليكم، بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان. وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأها بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو في كثافات إنما بسيطة وغير مؤثرة على الحركة المرورية. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيولة مرورية ومكملة معانا لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية وغير مؤثرة، وهتبدأ كمان تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق اللي جاي من الأقاليم للقاهرة عن طريق الطريق الزراعي. كمان المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي اتجاه العكسي كمان للجيزة في بعض الكثافات البسيطة. برضو في مناطق في التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهرة المعادي ظهرت عليه بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه للفنجري. نفس الموضوع على كوبري المطارية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ومفضل استخدام كوبري سرايا الأوبا. نروح دلوقتي للجيزة علشان نستعرض هناك الحالة المرورية، وتظهر كثافات بسيطة على طريق محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه من المهندسين ورايح لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور. لو رحنا بقى لشارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لكن لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد كمان تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية في شارع العريش ومكملة لحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ومكملة برضو لحد العشرين. تظهر كثافات على محور صفت للمتجه من الدائري وصولا لحد شارع السودان، والكثافات مرورية متحركة. ونفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت عليه كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. تعالوا دلوقتي نروح لمحافظة أسيوط، ونبدأ من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات. الكثافات دي بتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية كبيرة. هنكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية. الطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرورية ومكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى طريق الإسماعيلية. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان، بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وبتقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.